السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هشرح لكم درس الساعه اللي هو الدرس رقم 3 لسن 3 في يونت 12 لجريد 4. نشوف مع بعض تقسيمه الساعه. الساعه بتكون نوعين من الساعات، عندنا نوعين من الساعات، الديجيتال اللي هي بتكون الساعه الارقام، او الانالوج زي الساعه اللي قصادنا بالظبط. عارفين ان الساعه بتنقسم الى 12 رقم، كل الفرق ما بين كل رقم والتاني في خمس علامات او خمس دقائق. الساعة بتكون 60 دقيقة طبعا زي ما احنا عارفين، تمام. هنقسم الساعة الى نصفين، دي النصف اليمين من 12 الى 6 او من بعد 12 الى 6، والنصف الثاني من 6 الى ما قبل 12، تمام. طيب الجزء اللي هنا هنقول عليه past، اي رقم هيجي معاه هيكون past، يعني عندي هنا يكون 5 10 15 او كوارتر 20 25، وهنا هاف او ثلث. لما اقرا الساعه باخد مثلا، لو الساعه هنا على مثلا على 2، احنا اتفقنا ان كل رقم منهم بيكون بخمس دقائق، وليكن مثلا 2 تايمز 5 از 10، يبقى 10 هنقول 10 باست، ونقول الساعه وليكن مثلا 2 باست مثلا 12. طيب اذا قسمنا الساعه الى أربع أجزاء، اللي هنا عندي كوارتر، وعندي هنا هاف، وعندي كوارتر تو، وعندي اللي هي فول أور، اللي هي ساعة كاملة. طيب خلينا نشوف مع بعض ونطبق. طبعا عندي الساعة بتكون من تو هاندز، شورت هاند ولونج هاند. الشورت بيكون مخصوص للساعات، أما اللونج بيكون خاص بالدقائق. طبعا الساعة هنا بالضبط الكبير على 2، إذن الساعة بكون 2 o'clock. يبقى صغير لما يجي على الرقم بيكون 2، هنا مثلا حطنا على 3 إذن أصبح 3 o'clock، حطنا على 4 بيكون 4 o'clock، بقول it's 4 o'clock، it's 6 o'clock. إذن لما يكون الكبير ثابت it's 9 o'clock، لما يكون الكبير ثابت على 12 هيكون ساعة كاملة، فقول it's 12 o'clock زي ما شايفين. أما لو جاء لو تحرك طيب هنقسم دلوقتي الساعة إلى أجزاء. طبعا احنا عارفين الساعة هي عبارة عن 60 دقيقة، والفرق ما بين كل رقم والتاني 5 minutes، 5 دقائق. قسمناهم الى 12 رقم 12 numbers. خلاص لو قسمنا الساعة الى ارباع يبقى ربع، يعني quarter، فكل 15 دقيقة بتبقى quarter، تمام. يبقى لما يكون عندي 15 minutes بنقول quarter. طيب لو كملنا حتى النص فبقول half، يبقى ربع يعني quarter، half يعني نص. الجزء اللي على اليمين بنقول عليه past، اي رقم يجي معاه يقول past، يعني مثلا 5 past 10، لو احنا شاورنا على 10 يقول 5 past 10، 10 past 10. لو انتقلنا الى 15 او 3 اللي هو الرقم 3 يديني quarter past 10، 20 past 10، 25 past 10. لما بوصل عند الستة يبقى وصلت للنص، اقول half past 10. اذا بعد اي رقم ما عدا الكوارتر والباست، بقول مثلا 5 10 وهكذا حتى اصل الى الكوارتر، فبقول كوارتر past 10 او half past 10. ده بالنسبة للنصف الايمن من الساعة. تعال نشوف الجزء الاخر. عندي الليفت سايد من الساعة اللي هو باللون الأصفر ده، بنعد عد تنازلي، يعني أولا بنسمي الجزء اللي هنا، أو لما أقرأ الساعة بقول 2، يعني مثلا بقول 2 الساعة 2 مثلا 2 9 2 10، الرقم الباقي 2 الساعة.
هنفهم بشكل اوضح. احنا هنا طبعا كنا بنقول past، خلاص هنختار رقم 4 اللي هو كساعة مثلا، it's 4 o'clock. تمام، اتفقنا ان الصغير لما يجي على الساعة يبقى هو رقم الساعة، والطويل لو جه على 12 يبقى ايه هي ساعة كاملة، بقول 4 it's 4 o'clock it's 4 o'clock. طيب لو احنا غيرنا حركة الهاند في الجزء ده، قلنا لما بتحرك ناحية اليمين بيكون هنا كوارتر، كوارتر باست 4، كوارتر باست 4، كوارتر او سوري هاف باست 4 زي ما اتفقنا. لو انتقلنا للجانب الاصفر اللي هو الجانب اليسار، مش هنقول باست، هنقول هنقول اتس وليكن اتس 25 2 2، ونكمل 25 2 5 لان احنا طبعا غيرنا الساعة، الساعة بعد ما تتحرك بعد الـ 6، إذن إحنا انتقلنا للساعة الخامسة، إذن it's 25 to 5. يبقى النص اللي على اليسار إحنا بنحرك الساعة إلى الساعة التالية، كنا الساعة 4:30، بعد ما وصلنا إلى رقم 7 هنقول 25 to 5. تمام، هنحرك كمان الهاند شوية، لو حركناها هنا هتقول 22 5 22 5. كام باقي دقيقة؟ لو أنا مش عارف كام باقي بعد من 8 لـ 12 بخمسات، يعني مثلا هنا 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20. هنا هيكون quarter to 5 وهنا 10 to 5، وهنا 5 2 5، ولما يوصل ال 12 يبقى ايه it's 5 o'clock it's 5 o'clock. طيب اذا عرفنا ان الساعة تنقسم لجزئين، الجزء الايمن بيكون بنقول عليه past لغاية 6، الجزء الثاني بنقول عليه 2. هنا عندي الجزء الأخير اللي هو quarter to، يعني لما يكون على رقم 9 بقول quarter to quarter to. عندي مثلا لو العقرب الكبير على 4 يبقى it's 4 o'clock it's 4 o'clock. لما يكون طبعا العقرب الكبير على 12 بيكون ساعة كاملة بقول it's 4 o'clock. طيب لو عندي العقرب الصغير على 4 it's 4 sorry طبعا هنا هيكون على 3 يبقى quarter past 4 quarter past 4. اتفقنا ان الجانب اليمين بنقول ايه، بنقول past quarter past 4، او دلوقتي بنقول half past 4. اذا بنستخدم كلمة past حتى الرقم 6. اذا اتحركنا شوية ناحية اليسار هنعد الى 5 25 2 5 25 2 5. طيب ده كان شرح مبسط لدرس الساعة، يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نكمل باقي الدرس في فيديو مفصل حتى لا تقل الفيديو. شكرا جزيلا لاستماعكم، كان معكم مستر هبه.